السلام عليكم. بالنسبة لي إن شاء الله نواصلوا الدروس تاعنا، المقطع الأول الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية. اليوم إن شاء الله نواصلوا بالدرس المتعلق بالقيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة إلى الوحدة لعدد عشري، وكذلك المدور، إيجاد مدور أعداد عشري بالنسبة إلى الوحدة، ما مش بالنسبة إلى الأجزاء، بالنسبة إلى الوحدات. ان شاء الله قبل ما نبدأ الدرس تاعنا جديد، نحاولوا نقوموا بحل التحدي السابق اللي كان متعلق بمقارنة وترتيب الأعداد العشرية. نحاولوا نخدموه في الحين. لاحظ معايا في الحصة السابقة كنت حطيت لكم هذا التحدي، قالوا لنا ضع الرمز أكبر أصغر وتساوي في المكان الفارغ بما يناسب. أعطونا هاد المكان الأول ثاني وثالث، هادو هما الفراغات الثلاث اللي عندنا. عندنا بالنسبة المقارنة ما بين 15.6 و 13.84، احنا قلنا في البداية نهتم بالجزءان الصحيحان أو العددان التامان، هادو هذا وهذا. إذا كان هادو مختلفين، الجزءان الصحيحان مختلفين، المقارنة تاعهم مقارنة العددان ككل هي من مقارنة الجزءان الصحيحان، معناتها نكتفي بمقارنة الجزءان الصحيحان ولا الوحدات. هنا الأجزاء ما نهتموش بهم، كيكون عندنا الوحدات كبر، كما هنا عندي 15.6 وهنا عندي 13.84، هنا هاد الأجزاء ما نهتمش بهم، هاد اللي نهتم بهم في حالة ما إذا يكون عندي الجزءان الصحيحان هادو متساوي. كي يكون عندنا متساويين معناتها الوحدات متساويين، نروح نشوف الاجزاء اذا كاين عندنا اكثر ولا اقل. بصح بالنسبه في البدايه نهتموا بالوحدات. هي هنا عندي 15 الوحده وهنا عندي 13 الوحده، شكون هي اللي اكبر؟ اللي فيها 15 الوحده معناتها اكبر تكون بهذا الكيفيه. لاحظ الاجزاء ما يهمونيش انا، الاجزاء هذو كما نشوف فيهم ما يهموني، ما ننظر فيهم. لاحظ معايا بالنسبه لهذه، هنا عندنا 5.0 وهنا عندي 5. احنا نعرفوا بلي اي عدد طبيعي نقدر نرجعه على شكل عدد عشري. كيف نكتبه؟ فاصلة، نزيدو الفاصلة ومن ذاك الجزء ما عندوش، معناتها هنا نحطو له صفر، ويولي لنا 5.0 يساوي 5.0. لاحظ معايا هنا، هو هذا المثال اللي تكلمتكم عليه. هنا عندي الجزءان الصحيحان متساويان، لاحظ معايا شوف الجزءان التامان ولا لا هي في الحق ما الجزء بالنسبه باش نفصله ما بين العدد التام والاجزاء تاعو. احنا الجزء الصحيح نعنيو به الوحدات، باش تفهموا باللي الجزء الصحيح هو عدد الوحدات. كما هنا عندي 28 وحده وهنا عندي 28 وحده، هنا الوحدات عندي متشابهين، عدد الوحدات في العدد الاول ولا في العدد الثاني راهم متشابهين. معناتها هنا واش يصرى؟ نمشي نشوف الاجزاء، نمشي نشوف دروك نقارن الاجزاء باش نعرف ما هو العدد اللي فيه الاجزاء كبيره. نمشي نشوف هنا، قلنا باش نقارنوا هاد العددين اللي يكونوا من نفس عدد الارقام، معناتها خص يكون عنده نفس عدد الارقام بعد الفاصله. هنا ش عندي من رقم بعد الفاصله؟ عندي 3، 1 2 3. هنا واش قلنا؟ نضيفوا الاصفار، هنا نضيفوا 1 2، هنا يرجعوا لنا ثلاث ارقام، هنا ثلاث ارقام وهنا ثلاث ارقام، ها هنا ثلاث ارقام، ثلاث ارقام وهنا ثلاث ارقام بعد الفاصله، بعد الفاصلة وهنا بعد الفاصل، بعد الفاصل. أيا لاحظ معايا دروك نجي نقارن، هنا عندي 900 وهنا عندي 684. 900 أكبر من 684، ونحط الرمز تاعي بهذا الشكل. وقلنا دائما باللي الفتحة تاع الزاوية تاع أكبر، وأصلا هذا الفتحة تاع أكبر دائما نجي تشوف للعدد الكبير. قلنا باللي خدمناها كلي عين، هايدا كما هنا، هذا كلي هادي عين، وتشوف للعدد الكبير. هاي هي تشوف العدد الكبير، العينية تاعنا ياك تشوف الأشياء الكبيرة هي اللي تشوفها أحسن، معنتها هي تشوف للعدد الكبير.
نروح نروق للجزء الثاني من التحدي. كان عطاونا ترتيب، هذا الترتيب نحاول نخدمه دراك. قالوا لنا رتب تصاعديا الاعداد التالي. هنا واش قلنا؟ قلنا اول شيء نمشي نشوفه عدد الارقام بعد الفاصله، شحال عندي من رقم بعد الفاصله بالنسبه لهذا. عندي هنا هذا فيه رقمين، هذا فيه رقمين، ما عندناش ثلاثه ارقام. عندنا يا اما فيه رقم يا اما فيه رقمين. هنا ندروك واش نعمل؟ نروح نحطهم كلهم برقمين بعد الفاصلة. معناتها هذا فيه رقم نضيف له صفر، هذا فيه رقم نضيف له صفر، هذا فيه غير رقم نضيف له صفر، هذا فيه غير رقم نضيف له صفر، هذا فيه رقمين خليه كما هو. هيا لاحظ معايا الترتيب التصاعدي. الترتيب التصاعدي، تصاعدي من الأكبر، من الأصغر عفوا، من الأصغر الى الاكبر. علاش؟ كما اللي قلنا في العماره، نكون في الطابق السفلي هو صفر، او الطابق الرقم الاول ثاني ثالث. راكم تشوفوا ترتيب الاعداد راها صفر واحد اثنين ثلاثه، كل اللي رانا نصعدوا الاعداد راها تكبر. هيا لاحظ معايا هنا، شوفوا نشوف دروك نرتبو هذا الاعداد، نرتبوهم تصاعدي. اولا في الترتيب خصني نهتم في البدايه بالوحد، بعدد الوحدات. معناتها هنا كنجيو نشوفو راه عندي الخمسه هنا، وعندي الربعه، عندي هذا الربعه هنا. شوف لاحظ معايا عندي الربعه وعندي هنا عندي هذا الخمسه. شوف هنا ما هو الاصغر اللي نبدي به؟ هو الربعه، بدي بالأربعة. معناتها أنا حتما غادي نكتب أربعة فاصل، بصح دروك أنا خصني نعرف واش نحط هنا، شكون هو الصغير من بين هاد الأربعة. راني تشوف عندي هادي وهادي وهادي وهادي، هادو كلهم فيهم أربعة فاصل. معناتها دروك خصني نختار وحدة منهم نبدي بها، ونبدا بشوية بشوية حتى نكملهم. هيا لاحظ معايا ما هي أصغر وحدة فيهم. شوف هادي فاصل، دروك نشوف الاجزاء على خاطر الوحده صاي، انا عارفين بلي فيهم أربعة أربعة كامل فيهم متساوي. دروك نمشيو للاجزاء. هنا عندي 40، هنا عندي 70، هنا عندي 35، وهنا عندي 80. ما هي الاصغر؟ ها باينه هي 35. 35 هي الصغيره، معناتها نكتب فاصل 5 و 3. من بعد نمشيو اللي من بعدها، شكون اللي تجي من بعد هذه؟ صحيح كملنا مع خدمناه. عاود شكون هي؟ عاود 4.40. عاود نمشي 4.40، خطأ 40 تجي من بعد 35. عاود من بعد هذه صحيح نحذفوها. عاود نجي 70، 4.70. عاود من بعدها جينا 4.80، 4.80. تلاحظ صاي كملناها، كملنا دروك مع الربع. هي دروك نروحو نمشيو نشوفو تا الخمسة. الخمسة راه عندي هنا، شو كي الترتيب يجينا ساهل كي نخدم بهاد الطريقة. شوف عندي 5.09 وعندي 5.10. ما هي الصغيرة؟ الصغيرة هي 5.09، 5.09، ومن بعدها جينا 5. من بعدها جينا، انا عفوا ما بقاليش المكان، 5.10. تقدروا انتوما في الاخير تكتبوا هذه بحذف الاصفار اللي ضفناها. معناتها هنا جينا في الترتيب يجينا هنا 4.35، اصغر من 4.4، اصغر من 4.7، اصغر من 4.8، اصغر من 5.09، واخيرا اصغر من 5.1. حتى هذا الشيء صحيح، تقدروا تقوموا به. لاحظتوا معايا شيء كي سهل، ماشي حاجه صعيبه، ما فيش صعوبه ولا حاجه اللي تغبنكم، كل شيء سهل غير بشويه بتدرب وتخرجوا. في حال ما اذا قالوا لكم تنازليا، تنازليا وكانما هاد الكتابه اللي تشوفها بهذا الشكل تشوفها بالمقلوب. معناتها هنا تقول كان خدمه تنازليا، تنازليا معناتها من الاكبر الى الاصغر. معناتها تجي 5.1 اكبر، معناتها نقراوها من هذه الجهه، نقراوها من الجهه هذه. جينا 5.1 اكبر من 5.09، اكبر من 4.8، اكبر من 4.7، اكبر من 4.4،
أكبر من 4.35، معناتها نبديو بالكبيرة ونوصلو للصغيرة، بصح نبديوها من تحت الكتابة الرياضية، دايما من اليسار نحو اليمين، معناتها الكتبة نقلبوها. هذا الشيء اللي عندكم فيما يخص المقارنة والترتيب. نروحو دروك للشيء المهم تاعنا، اللي هو القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة إلى الوحدة لعدد عشري. هنمشي نخدمها. القيمة المقربة بالنقصان والزيادة إلى الوحدة لعدد عشري. لو كنت فهمكم واحد الطريقة سهلة تفهموا بها كامل هذه القيمة المقربة، ما تبقاش تافهة. وشيء ثاني انكم تفهموها ما تحفظوهاش، بقاوش تحفظوا في القواعد وتخرجوا. لاحظ معايا، نفذ لكم حل امثلة وتشوفوا هذه القيمة المقربة بالنقصان بالزيادة واش هي. كمثال كنفذوا كمثال، نفذوا احسن، نفذوا 7.3. 7.3 7.3 أين تكون؟ تكون هنا هايدي، ف7.1 فاصل 2 فاصل 3 هايدي. هذه هي 7.3. راك تلاحظوا معايا 7.3 هذه هي، هنا تجي هذه هي الموقع تاع 7.3. هيا لاحظ معايا هنا، لو خصني نخرج القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة إلى الوحدة، واش معناتها إلى الوحدة؟ معناتها الأشياء اللي نلقاهم، الأعداد اللي نلقاهم، هذه القيم المقربة نلقاهم أعداد طبيعية. إلى الوحدة معناتها نلقاهم وحدات، ما نلقاهمش بالأجزاء، ما نصيبهمش أعداد عشرية، نصيبهم كي قلنا إلى الوحدة معناتها نقربوا إلى الوحدات، معناتها خصني هذاك العدد قريب للوحدة، هاي الوحدات ماشي الأعداد عشرية. هي لاحظ معايا دروك، هنا هاد 7.4.3 راه موجود ما بين عددان طبيعيان. شكون هما العددان الطبيعيان؟ هما 7 و8، صح ولا لا؟ هاد 7.3 راه موجود ما بين العددان الطبيعيان 7 و8. بصح هذا كلي راني نشوفو هادو كلي جيران، هادو جيران تاع 7.3 جيران، بصح واحد جار صغير واحد جار كبير. تلاحظو معايا 7 هو الجار الصغير و8 هو الجار الكبير. أيا لاحظ معايا دروك، هاد الجار الصغير نسميوه القيمة المقربة لي 7.3 إلى الوحدة بالنقصان. بالنقصان علاش؟ لخاطر نقصنا له هاد الأجزاء، هاد 0.3 كلي حذفناها له، كلي حذفنا له هاد الجزء العشري حذفناه ولا له بالنقصان، كلي نقصناه له، حنا نسميوه الجار الصغير ها واحد. وبالنسبة هذا الجار الكبير هذا نسميوه القيمة المقربة لي 7.3 إلى الوحدة بالزيادة. وسمعتها بالزيادة 7.3 زدنا لها شوية أجزاء باش ولات لنا 8، معنتها هذا هو القيمة المقربة بالزيادة. معنتها دوما درو مكتوما الشيء اللي تحطوه في راسكم، أنو كيعطونا أي عدد عشري يكون موجود ما بين عددان طبيعيان. ما بين، لاحظ معايا هنا واش عملنا، هنا كان عندي 7 واسم هاد 7 هاد الجزء الصحيح، هاد العدد الوحدات هو بالنقصان، وبالزيادة واسم نعملو نزيد له 1، 7 زدنا لها 1 ولات 8. درك كنمشيو للمثال، أمثلة أصعب. لاحظ معايا كان يعني نركضو هاد العادة، شوف معايا 345.672،
وسنخرج القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة إلى الوحدة. هنا استخراج القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة إلى الوحدة، أي يدرك هذا 345. هذا هو عدد الوحدات اللي هو الجزء الصحيح، هذا أن هذا هو اللي نهتم به. هذا أكثر الوحدات متعلقة بالأعداد الطبيعية، متعلقاش بالأجزاء. هي لاحظ قلنا باللي بالنقصان نرفد هذا وبالزيادة نزيد لواحد، أي بالنقصان هنا القيمة المقربة، المقربة لهذا العدد العشري، العشري إلى الوحدة بالنقصان هو 345. نرفد هذا نحطه، هذا هو بالنقصان، نرفد هذا الجزء الصحيح ولا عدد الوحدات نحطه. أي يدرك القيمة المقربة بالزيادة هذا العدد العشري إلى الوحدة بالزيادة. هنا واش نعمل؟ نرفد هذاك هذا، نرفد اللي وراه، العدد اللي وراه، كما نكون نحسب كمثال 3 4 5 6 7 8 كيعطيونا 9، وراه يجي 10، 11 يجي وراها 12، كمثال حطولنا 345، اللي وراه شكون هو؟ 346. كيش وجدنا هذه 346؟ هي رفدنا هذا وضفنا له واحد، معناتها 345 ونضيفو له واحد ويولي لنا 346. لاحظتوا معايا الفكرة كي سهلة، حاجة سهلة. نعطيكم حتى طريقة، حتى حل آلية تخدموا بها هذا الشيء. لاحظ معايا، نمشي نكتب العدد تاعي، شو نوري لكم حل آلية دروك تخرجوا بها هاد بالنقصان وبالزيادة. شو واش تعمل؟ تكتب العدد العشري تاعك، تكتبوه اللي عطاوه لك، تكتبوه كما هو، ها 345.672. بالنسبة كي تقرب إلى الوحدة، معناتها عندك أول عدد تستعمله هو واحد، هذا هو أول وحدة، أول وحدة هي الواحد. هي نحطها هنا، نرتبها مع هنا الأحد مع الأحد، واحد تهدي حطيتها هنا، هيك شوف معي. عند الواحد نعين خط، هذا اخترنا، هذا هو اللي نحتاجه، صحيح هادو اللي من هنا ما نحتاجهمش، الأجزاء هادو شطبها. أي درمك هذا هو بالنقصان، هذا بالنقصان وبالزيادة نجمع، نعمل زائد ونكتب 346 هذا بالزيادة. لاحظ معايا، يقدر التلميذ يقول لي علاش عملنا هنا زائد باش تلقينا بالزيادة وما عملناش ناقص باش نلقى بالنقصان؟ نقول له هنا أصلا نقصنا هادو، حنا مسمينها بالنقصان لخاطر نقصنا الأجزاء، هادو نقصناهم، يتخيل نقصوا هادو ونزيدو نقصوا الواحد نقصوه كله ونريح، هذه مستحيلة، أصلا راك منقص له هادو، كي نقص له هاد الأجزاء معنتها هاد الأجزاء كي نقصهم شطبناهم، صاي قمنا بالنقصان، بعدنا لاش نزيدو نقصوا له ناقص واحد. تلاحظ معايا هنا، هاي دي خرجها، تحب تخدم بهذه الطريقة، تحب تخدم بالآلية هذه، دبر راسك الشيء اللي يساعدك، اخدم بهذو طريقتين، واحدة فيها آلية، واحدة فيها وكأنما فيها كتبة، حاولوا انتوما تخدموا كما تحبوا، دبر راسكم الشيء اللي فهمتوا به اخدموا به. نمشيو دروك للشيء الآخر، نزيدو مثال آخر، شو نزيدو مثال آخر، كان نفدو كمثال 12.2486. هي كان خرجوا القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة، نخدموا بهاد الآلي. شو نحط الواحد لخاطر راني نقرب إلى الوحدة، هنا إلى الوحدة، إلى الوحدة معنتها أول عدد في الوحدات هو واحد، هيا هنا نحط الواحد، ها هنا عند الواحد نعين خط ونشطب هادو اللي يكونوا واحد،
ما نحتاجهم صاين يقرب للوحدات، معناتها الأجزاء ما نحتاجوهمش. هيا لاحظ معايا، هذا اللي يبقى لي الفوق، هذا اللي يبقى لي الفوق هذا هو اللي نسميه بالنقصان، هذا نسميه بالنقصان. وكي نحط زائد نسميه بالزيادة، بالزيادة. أيضا نوقع هنا واش نكتب القيمة المقربة، هنا القيمة المقربة لهذا العدد بالنقصان هو 12، وبزيادة هو 13 إلى الوحدة. كي نقول إلى الوحدة معناتها نقرب إلى الأعداد الطبيعية. نمشيو دروك لشيء ثاني اللي هو المدور. نمشيو دروك نخدمو مدور عدد عشري إلى الوحدة، مدور عدد عشري إلى الوحدة. واش هو المدور؟ دوك خصني نفهموا هذا المدور واش هو، مابقاش نحبط من القواعد ما نعرفش اصلا واش هو المدور. نبقى نحبط اذا كان عندي ينتمي للمجموعه الكبرى، اذا كان ينتمي للمجموعه الصغرى، نبقى نحبط في القواعد وانا ما فاهم فيها حبه. لاحظ معايا المدور لازم نفهمه واش هو. هذا المدور الى الوحده مدور عدد عشري الى الوحده هو قلنا بلي نقربوا للوحدات، معناتها هو نصيبوا عن القواعد الطبيعي، معناتها هو العدد الطبيعي القريب منه. واش معناتها العدد الطبيعي القريب منه؟ ياك حنا كي رفدنا في المحصة في السابق رفدنا 7.3، ياك لاحظ معايا 7.3 هايدي فاصل ثلاثة، 7.3 هايدي هنا. أي لاحظ معايا 7.3 راه عندها جار صغير وعندها جار كبير، صح ولا لا؟ عندها هذا بالنقصان وهذا بالزيادة، الجار الصغير والجار الكبير عندها القيمة المقربة، القيمة القريبة بالنقصان والقيمة القريبة بالزيادة. واش هو المدور؟ هو القريب، القريب ليه. معناتها هنا هل هاد 7.3 قريبة للجار الصغير ولا قريبة للجار الكبير؟ قريبة بطبيعة الحال للجار الصغير، خاطر شو هنا عندها 3 درجات باش توصل للسبعة، وخصها 7 درجات باش توصل لنا للثمانية. تلاحظ خصها شوف لاحظ معايا في المسطرة هذه، خصها هاد 7.3 خصها تولي بالوراء بثلاثة مليمترات باش توصلنا لسبعة، وخصها ويليق لها سبعة تاع المليمترات باش توصلنا لثمانية. معنتها هي قريبة من واش؟ قريبة من الجار الصغير ولا قريبة من الجار الكبير؟ هي قريبة من الجار الصغير. معنتها المدور تاع هاد 7.3 ومنه مدور 7.3 إلى الوحدة هو 7. هاي تلاحظ معايا دروك تشوفوا، وكان دروك نمشيو نرفدو لاحظنا، نوري لكم حتى الطريقة باش نبداو نخرجوا القواعد بوحدنا. شوف معايا، وكان نرفد دروك اش كان نرفد 10.6 هذا 10.6 10.6 الجيران تاعو شكون هما؟ 10 و11 ياك، هادو هما الجيران تاعو. هيا شو هو شحال خصو باش يوصل للعشرة؟ خصو 6 تاع التدريجات ياك، باش يولي بالوراء ب6 تاع التدريجات. وشحال خصو باش يوصل لـ11؟ خصو 4 تاع التدريجات. شوف معايا شو هادي شحال خصها، وشو هيك تلاحظ معنتها هو قريب للجار الكبير اللي بالزيادة، وهنا بالنقصان. معنتها هو دروك راه قريب الى القيمة المقربة بالزيادة، معنتها دروك مدور 10.6
إلى الوحدة هو 11. يضرب هنا نرجع للمسطرة. دوكا اسمك تشوفوا هنا شكون اللي رايحكم في هذه باش نفذ الجار الصغير ولا نفذ الجار الكبير، شكون اللي رايحكم؟ رايحكم هاد التدريجة هي اللي رايحكم، هي اللي تقرب لنا الى شو. لاحظ معي كان نعمل 7.0، شو ميزو كان نعمل 7.0 هي 7 راها في بالنقصان، كان نرفد 7.1 قريبة بالنقصان، 7.2 قريبة بالنقصان، 7.3 قريبة بالنقصان، 7.4 قريبة بالنقصان للسبعة. وكان در وقت نرفد 7. غاتشون نخدمو الجزء الآخر، 7.6، 7.6 تولي لي قريبة بالزيادة، 7.7 قريبة بالزيادة، 7.8 قريبة بالزيادة، 7.8 قريبة بالزيادة، و 7.9 قريبة إلى بالزيادة اللي هي 8. هيك تلاحظ معايا معنتها دروك هنا كي يحطونا، لاحظ معايا يحطونا عندنا 7 وراها كاين حالات، يقدر يجي عندنا هنا الواحد، يقدر يكون عندنا 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. هادو هما الحالات اللي يقدروا يكونوا عندي ورا الفاصلة، يا الواحد يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6 يا 7 يا 8 يا 9. تشوفوا معايا هي لاحظ كي يكون عندي الواحد هايدي بالتجربة، انا نجربه ونشوفه. كي يكون عندي فاصل واحد، كي يكون عندي فاصل واحد معنتها العدد يكون عندي هنا قريب بالنقصان، هايدي قريب للسبعة، معنتها هادي قريب نرفد نأخذ بالنقصان. كي يكون عندي فاصل 2 حتى هي هايدي قريبة بالنقصان، كي يكون عندي فاصل 3 حتى هي قريبة للسبعة أي بالنقصان، كي يكون عندي فاصل 4 قريبة للسبعة، خطوصها هي 4 غير 4 خطاوي باش توصل للسبعة، وخصها 6 خطوات باش توصل لـ8، معنتها هي قريبة للسبعة ماشي قريبة لـ8. هنا نفس الشيء بالنقصان، أي هنا هذا الوقت تبدل. هنا لاحظ معايا إذا خدينا فاصل 5 معنتها هنا في هذه الحالة كي نوصل فاصل 5 معنتها صاي وصلت للنص، كي نوصل للنص معنتها نكمل طريقي صاي، راه تخيل واحد يكون في نص الطريق، من الأحسن أنه يكمل طريقه وما يوليش على كمثال واحد يخرج ويخرج من الدار وعاود يوصل لنص الطريق. كي توصل لنص الطريق صاي غيكمل، ما كلاش ترجع، معنتها هنا في هذه الحالة تمشي قريبة من بالزيادة، بالزيادة مع هنا. بالنسبة كي يكون عندي فاصل 6 معنتها تجي هنا خصها غير 4 خطاوي باش توصل 8، معنتها ناخد بالزيادة. وهنا بالنسبة بالزيادة نفس الشيء، فاصل 7 بالزيادة خدمناها، هنا بالنسبة لـ8 بالزيادة، وفاصل 9 راها باينة بالزيادة، معنتها هنا نرفدو جينا 7، هنا جينا 7، هنا جينا 7، هنا جينا 7، هنا دروك تولي عندنا 8 8 8 8 8، معنتها هادو هما اللي نخرجوهم. يدروك نمشيو نخرجو نخدمو أمثلة شوية صعيبة ونخرجو منها. شوف معايا كان نرفد العدد، نرفد العدد هذا مثال 2 ولا 12.6 4 5 7 6 7 8. لاحظ معي اولا بالنسبه لنروق هنا عندي باش نخرج القيمه المقربه بالنقصان وبالزياده، معناتها هنا نحط الواحد كما اللي تعلمنا، نخرج بالنقصان وبالزياده هنا هايدي، نحط هذا شطبهم هيك، نلقاو هنا الـ12 عندي هنا هذا بالنقصان، هذا اللي وهذا كي نجمعوه تعطينا 13،
بالزيادة. إيه درا وقع عندي مشكلة، واش نرفد بالنقصان ولا بالزيادة؟ دوك نمشيو نشوفو هذا هذا الرقم اللي يجي ورا الفاصلة مباشرة، هذا هو اللي نهتم به. لاحظ معايا دروك هنا باش نعرف الا نرفد بالنقصان ولا بالزيادة، قلنا بلي نهتم نشوف هذا، نشوف هذا الرقم اللي يجي ورا الفاصلة مباشرة. اما هادو ما نشوفهمش، ما يهمونيش انا، هادو كامل ما نضرش فيها، يهمني الا الرقم اللي يجي ورا الفاصلة مباشرة. بالنسبة هنا واش راني نشوف؟ راني نشوف ستة. يا تابع معنتها دروك الا كان عندي لاحظ كخلاصة، كي نلقى واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ناخد بالنقصان، وإلا خلي وإلا لقينا من خمسة وطلع خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة، هنا نرفد ناخد بالزيادة. حنا قلنا بلي هادي إلى جانب الصفر، حتى كنصيبو صفر ما حتى هي نفس الشيء، هاد صفر صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، هادي إذا لقينا بعد الفاصلة هاد الأرقام معنتها ناخد بالنقصان، إذا كان عندي وراء الفاصلة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة معنتها هنا ناخد بالزيادة. لاحظتوا معايا هنا الفكرة؟ هذه سميناها المجموعة الصغرى وهذه سميناها المجموعة الكبرى، وكأنما قسمنا الأرقام الأعداد الطبيعية بالعدل، صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس أرقام، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة خمس أرقام، كل اللي قسمناهم بالعدل، هذه مجموعة صغرى وهذه مجموعة كبرى. إذا لقينا الرقم ينتمي للمجموعة الصغرى معناتها ناخذ القيمة المقربة بالنقصان، إذا كان عندنا الرقم ينتمي إلى المجموعة الكبرى في هذه الحالة نرفد ناخذ بالزيادة. نروحوا نقوموا بالمثال تاعنا ونشوف. عندي هذا دروك، هذا راه عندي دروك، هاد الستة تنتمي إلى ماذا؟ تنتمي إلى المجموعة تنتمي الى المجموعة الكبرى، هاد ستة تنتمي للمجموعة الكبرى. كيما اللي تعلمنا عندنا صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة، هادي مجموعة صغرى، وعندي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، هادي مجموعة كبر، هذه مجموعة كبر. صار كل اللي قسمنا الأرقام تاع الأعداد الطبيعية قسمناهم بالعدل، عندنا صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس أرقام، وعندي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة خمس أرقام. أي دروك هنا نشوفوا هاد الرقم اللي يكون وراء الفاصلة مباشرة واش يكون؟ إلا كان ينتمي للمجموعة الصغرى معنتها ناخد بالنقصان، وإلا كان ينتمي للمجموعة الكبرى ناخد بالزيادة اللي هو هذا. أي لاحظ معايا هنا واش لقينا؟ لقينا ستة، معنتها ستة تنتمي إلى المجموعة الكبرى، معنتها القيمة المقربة ولا مدور، ومنه هنا نكتب ومنه مدور، هنا نقول بما أن، لاحظ معايا بما أن رقم الأعشار، رقم الأعشار هو هذا، رقم الجزء من عشر، رقم الأعشار هو ستة ينتمي إلى المجموعة الكبرى، ينتمي إلى المجموعة الكبرى، فإن مدور 12 فاصل هذا العدد اللي هو 645,000 و 678
هو بالزيادة هو القيمة المقربة له إلى الوحدة بالزيادة، أي 13. معناتها نفدو 13 باش نزيدو مثال حدا آخر، المثال الآخر باش ندرب، نفدو 345 كما اللي خدمناه المرة اللي فاتت، 345.272 مثال. هذا رفدنا، هيا لاحظ معايا هنا نخدمو هذا. دوك هنا نمشيو نخرجوا بعد القيمة المقربة له بالزيادة وبالنقصان، بالنقصان هو 345 وبالزيادة قلنا نفدو اللي ورا، ما صايدرو كان نخدمو مباشرة مش نخدمو بالآلية ما نضيعوش الوقت. بالنقصان نفدو غير هذا وبالزيادة نزيدو لواحد، معنتها شحال يولي؟ يرجع لنا 346، معنتها اللي وراه 345. كان يقول لك هي حسب لي اللي بعد 345 شكون هو؟ هو 346، 345 وراه 346. هيك تلاحظ؟ هي دروك هنا بالنسبة للمدور خصني واش ناخد، يا إما بالنقصان يا إما بالزيادة. لو كان ما نعرف شكون هو اللي نفدو بالنقصان ولا بالزياده، واش نمشي نشوف الرقم اللي وراء الفاصله مباشره. هذا رقم الاعشار، هذا شحال؟ اثنان ينتمي للمجموعه الصغرى ولا المجموعه الكبرى؟ هذا ينتمي للمجموعه الصغرى، مجموعه صغرى ميم صاد هي مجموعه صغرى، معناتها هذا الاثنان اللي هذا شوفوا، معناتها كي ينتمي المجموعة الصغرى معناتها واش نرفد؟ نرفد بالنقصان، هذا معناتها مدور، واش نكتب؟ مدور 345.272 هو 345. لاحظتوا معايا الفكرة؟ شتو كيفاش نخدمو؟ نزيدو مثال آخر، نزيدو باش ندربو، نرفدو هذا العدد. شوف نرفد عدد عاود كبير آخر، نرفد هذا العدد 1672.845. في خاطري نحط لكم عدد كبير بزاف باش هيدا ما تبقى حتى حاجة تخوفكم. 7 8 ولا 8 9 1 هايدا. لاحظ هذا العدد شحال كبير، شوفوا أيا لاحظ، خلاص خصني نخرج له المدور الى الوحدة، اي شو معي الاولى نخرج بالنقصان وبالزيادة، القيمة المقربة بالنقصان، القيمة المقربة له بالنقصان هي واش؟ هي نفد هذا العدد، هادو ما نفدهمش، نفد غير الوحدات. جينا 1672 عاود نخرج القيمة المقربة، له بالزيادة هي قلنا نفدو اللي ورا هذا اللي من بعده اللي هو 1673. صح كما يكون نحسب 1672 1673 نحط، ولا نفد هذا 1672 نزيد له واحد، كي نزيد له واحد يولي لي 1673. هيك شوف أي دروك في المدور، هذا العدد، هو اي دروك باقي لي يا اما نختار بالنقصان يا اما نختار بالزياده. شكون هو اللي يختار لي؟ هو هذا الرقم اللي يجي وراء الفاصله واللي يسميوه رقم الاعشار واللي يسميوه رقم الجزء من العشر اللي هو 8. هنا دروك انا عندي 8، 8 تنتمي لمجموعه كبرى ولا مجموعه صغرى؟ مجموعة كبرى. كي مجموعة كبرى معنتها ناخد بالزيادة، كبرى مع بالزيادة وبالنقصان مع الصغرى. ياك الصغار يجيو بالنقصان والكبرى كبار يجيو بالزيادة زايدين لهم. شوف
معناتها هنا نرفد ألف من نرفد هنا هو القيمة المقربة المقربة له بالزيادة أي 1673. هاو داك تشوفوا الخدمة سهلة فيها ولو ثم درو كنعرف شي هاد المدور القيمة المقربة شي صعيب نعرف بلي شي صعيب وجديد عليكم بصعب شوية بشوية رفدوا مثال بالمثال وخدموا حاولوا بشوية عليكم مع الأولياء تاعكم ودخلوا الفكرة لراسكم تخدموا مثال ولا مثالين كي تستوعبوهم وتخدموهم صحيح صحيح تقدروا تخدموا كل الأمثلة اختر فيها هي فكرة بسيطة ما فيهاش شيء كبير هي كي تعرفوا المفتاح تاع الحل صحيح تولوا تحلوا أي تمرين نعطيكم درمق التحدي اللي تخدموه ها نعطيكم التحدي ونحلوه المرة الحصة المقبلة إن شاء الله التحدي خرجوا لي درمق القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة للأعداد ولا للعددان نعطيكم يا عددان عندنا 6.8 والعدد الثاني اللي هو 1542.37. تخرجوا لي القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة لكل واحد من هادو هذا تخرجوا له القيمة المقربة بالنقصان عاود القيمة المقربة بالزيادة عاود هذا القيمة المقربة بالنقصان عاود القيمة المقربة بالزيادة إلى الوحدة هذه نهتموا بها بزاف لخاطر شيء كاين اختلاف ما بين كيقولوا لنا التقريب إلى الأجزاء وتقريب إلى الوحدة تقريب إلى الوحدة معناتها النتيجة تعطينا عدد طبيعي كلها هادو التقريبات يعطونا أعداد طبيعية ما عطوناش بهم الفاصل ماشي عدد عشري خاطر ما فيهمش الأجزاء نعاود من بعد سؤال ثاني يقولوا لنا أوجد مدور كل عدد معناتها مدور هذا عاود المدور هذا معناتها المدور تاع الاول 6.8 ومدور تاع 1542.37 هاك تلاحظوا معايا ماشي سهل بزاف هاد المرة شوية يغبن مصاغيب شوية عليكم انا عطيتكم المفتاح فتفكروا هذاك الجار الصغير والجار الكبير الجار الصغير هو بالنقصان والجار الكبير هو بالزيادة والمدور يعتمد على شكون اللي يختار لنا هو رقم الأعشار رقم الأعشار هو اللي حدد لنا إلا نرفدو الجار الصغير ولا ناخدو الجار الكبير إلا كعدنا رقم الأعشار ينتمي للمجموعة الصغرى معناتها نرفدو الجار الصغير إلا كعدنا ينتمي للمجموعة الكبرى معناتها نرفدو الجار الكبير هاونا عطيتكم خلاصة باش ما تحفظوا حتى قاعدة حطوا في راسكم بشوية عليكم حاولوا تخدموا الأمثلة اللي عملت لكم حتى 3 أمثلة ولا 4 حاولوا بشوية بشوية فهموهم وإن شاء الله ربي ينجحكم ويعاونكم وشكرا.